إذن الوضع الوبائي رغم التراجع هذايا، نسبة التحاليل الإيجابية ما زالت تعتبر مرتفعة، هي نسبة حوالي 20%، فما تقلص في نسبة التحاليل الإيجابية لكن ما زالت تعتبر مرتفعة نوعا ما. الوضع الوبائي إذا كان نقيموه هو في تحسن، لكن ما زال يستوجب اتباع الإجراءات الوقائية، خاصة الإجراءات الوقائية الفردية والجماعية. وتوا نرجعوا توا للإجراءات اللي تم بالنسبة للإجراءات بالنسبة باقي ماهوش بالنسبة لقرارات الهيئة الوطنية على إثر تقديم الوضع الوبائي وتقييم كذلك مدى تطبيق الإجراءات. بالنسبة للحجر الصحي الإجباري للوافدين على تونس جوا برا وبحرا، واللي باش ينطبق على جميع الوافدين، ضرورة الاستظهار بتحليل سلبي بي سي ار 72 ساعة قبل الوصول، مع القيام بتحليل سريع بمناطق العبور بصفة عشوائية وتكثيف عملية التحليل السريعة هذه من قبل مصالح وزارة الصحة، والقيام ب 48 ساعة بعد بتحليل ثاني بعد مدة من الحجر الصحي الذاتي اللي هي فترة المراقبة، ومن بعد نقوم بتحليل البي سي ار مرة أخرى بعد ما يخرجوا لتونس. وإذا كان النتيجة سلبية يمكن باش يواصل السجوغ نتاعو اللي هو جاء على خاطره، وإذا كان النتيجة إيجابية يدخل في المسلك نتاع النتائج الإيجابية. بالنسبة للقرار الثاني، رفع منع التنقل بين الجهات وتعويضه بغلق المناطق اللي تشهد ارتفاع في عدد الحالات، ذلك من طرف السلطة الجهوية بالتنسيق مع وزارة الصحة، مع دعوة السادة الولاة لتعديل توقيت حظر الجولان من الساعة 10 مساء إلى الساعة 5 صباحا من اليوم الموالي، غلق المقاهي والمطاعم على الساعة 8 مساء مع احترام البروتوكولات الصحية. وهوني نحب نقول اللي الحرص والحرص والحرص من جميع المواطنين ومن جميع المتداخلين على تطبيق الإجراءات الوقائية الفردية وتطبيق الإجراءات الوقائية المتعلقة خاصة بارتداء الكمامة، التباعد الجسدي، غسل الأيادي بالماء والصابون. هذه تقعد سارية المفعول، يلزمنا نكثفوها، هي مازالت يلزمنا نقوم بها، خاطر كما قلت لكم الوضع الوبائي مازال حرج، مازلنا فما عدة مؤشرات إيجابية لكن تجم تصير لا قدر الله انعكاسها إذا كان ما نطبقوش الإجراءات هذه الكل. شكرا. سيدة نساف، يعني مزيد من التوضيح في فيما يتعلق بمسألة الحظر بتاع التجول، يعني هل أصبح من 10 مساء إلى 6 صباحا؟ هذا هو، إلى 5 صباحا من اليوم الموالي. بالنسبة للوافدين، هما أنهم يستظهروا بتحليل سلبي RT-PCR ما يفوتش 72 ساعة من تاريخ إنجازه، ومن بعد يعملوا الحجر الصحي الذاتي ويختاروا فين يعملوا الحجر الصحي الذاتي، ويقوموا مع إلزامية أنهم يقوموا بتحليل PCR 48 ساعة بعد قدومهم إلى تونس. مدام نساف وجيه النمر إذاعة شمس أفهم، حبيت نسألك على الحالات اللي تم اكتشاف فيها يعني الفيروس الجديد نتاع فيروس كورونا في ولاية القصرين، منطقة الرحاية في سبيطلة تقريبا، حتى لتو العدد قداش عندنا من الحالة من النوعية الجديدة من الفيروس هذا، وشنو الإجراءات اللي باش تم اتخاذها في المناطق هذه؟ والسؤال الثاني فيما يتعلق يعني تقريبا الكورب نتاع تونس، لاحظنا أنه بدا يتيح، يعني عدد الإصابات قاعدة تتراجع، عدد الوفيات قاعدة تتراجع، رغم أنه يعني ما فماش تطبيق للإجراءات الوقائية، باش تفسروا هذا يعني من الناحية العلمية كيفاش؟ أولا بالنسبة للسلالات المتحولة،
فما عدة عملية تقطيع جيني صارت، وصارت بطريقة مكثفة خاصة في الأماكن اللي شهدت عدد متجمع من الحالات، وذلك علاش تمكنا من الاكتشاف حوالي 22 اشتباه في أنهم يكون عندهم السلالة المتحولة البريطانية. من بينهم فما سلالة تم التأكد من أنها هي السلالة البريطانية، والتقصي الميداني حول السلالة هذه الحالة هذه وراء اللي ما فماش حالات أخرى اللي هما مصابين بالسلالة هذه. بالنسبة للأخرين عملية التقطيع الجيني الأولية فما اشتباه، لكن احنا توا ننتظر في عملية التقطيع الجيني الكامل اللي إن شاء الله يحضر معناتها دون كيلكو جور، وباش يعطينا إذا كان يثبت وإلا يورينا إذا كان فما سلالة أخرى. أهم حاجة بالنسبة للمناطق اللي تشهد اشتباه وإلا فما ارتفاع في عدد الإصابات وإلا فما حالات مجمعة من الوفيات وإلا الحالات الخطرة وإلا فما حالات اللي هما مرضوا قبل وعاودوا مرضوا وإلا حالات اللي هما من بين أشخاص صغار في العمر، هذا من الكل هما قاعدين نقوموا لهم بعملية تقطيع الجيني باش نشوفوا إذا كان فما السلالة الجديدة هذه ولا لا. وعززنا كذلك القدرات المخبرية للقيام بعملية التقطيع الجيني، ونقوموا زادة بصفة عشوائية من التحاليل الإيجابية تعزيز نتاع قدراتنا الوطنية لتتبع واكتشاف الحالات إذا كان فما حالات نتاع الفيروسات المتحولة هذه. مدام نساء مارس غير راديو جار اف ام، بالنسبة للحجر الصحي الإجباري للوافدين ما وضحتيش بالكده النقطة هذه، خاصة في المدة اللي باش يبقاوها معناها بين التحليل الأول والتحليل الثاني اللي حكيت عليه. بالنسبة كذلك للمقاهي، هل سيتم يعني مواصلة العمل ب 50% بالنسبة للكراسي ورفع الكراسي يعني باش يكون 8 نتاع الليل ابارامون؟ نقطة أخرى بالنسبة للسؤال المتعلق بالوافدين، بالوافدين ولا فما حجر صحي ذاتي 48 ساعة بعد الوصول إلى تونس مع إلزامية القيام بتحليل البي سي آر بعد 48 ساعة، إضافة إلى تحليل البي سي آر اللي هما يقوموا به قبل السفر. وفما وقت اللي يخلطوا في مناطق العبور فما عملية كذلك أخذ عينات بصفة عشوائية للقيام بالتحاليل السريعة. هذا هو الإجراءات الجديدة اللي تم الإعلان عنها وتم أخذها من قبل الهيئة. سيدة نصاف أميرة مهذب التلفزيون العربي، لدي سؤالين اثنين. الأول عن الإدارات، هل ستواصل العمل يوم بيوم المؤسسة العمومية؟ والسؤال الثاني عن اللقاحات، هل هناك موعد محدد لتسلم اللقاحات من مبادرة كوفاكس؟ بالنسبة للقاحات يظل توا بروفيسور هاشمي الوزير يعطيكم معطيات أخرى عليها. بالنسبة للعمل يوم بيوم سيتم الإعلان عنده من قبل وزارة الوزارة المعنية، هو الإجراء حاليا في أنه العودة للعمل كالمعتاد كما معناتها العمل اليومي. مروة خميسي تونيزي نميريك، حبيت نستفسر على موعد الانطلاق في هذه الإجراءات. الموعد الانطلاق بها هو يوم 8 مارس إلى حدود 28 مارس، 3 أسابيع. فما عملية تقييم باش تصير، والعملية التقييم هذه باش تورينا إذا كان الوضع الوبائي تواصل في التحسن متاعه وإلا لا، وعلى أثر عملية التقييم نوليو كما كل مرة نشوفوا شنو الإجراءات اللي سيتم المواصلة بالعمل بها والإجراءات اللي سيتم التخفيف فيها وإلا التشديد فيها كذلك. أسامة بن عيشة، قناة الزيتونة. يعني هل هذه الإجراءات يعني حسب ما نشوفه قابلة للتجديد أم هي رهينة هذه الفترة المعينة؟ هذه سؤال. السؤال الثاني هو هل هناك يعني إجراءات خاصة بالموجة الجديدة للسلالة الجديدة أم لا؟ بالنسبة للإجراءات كل مرة احنا يتم تقييم الإجراءات واتخاذ إجراءات جديدة اللي هي يتم الإعلان عنها في كل مرة. عملية التقييم هي متواصلة،
كل إجراء يقوم بعمل التقييم متاعه يمكن أنه معناتها يا إما نواصلوا فيه يا إما يتم الاستغناء عن الإجراء في كل مرة، وهذا حسب تقييم الوضع الوبائي، تطور الوضع الوبائي، وحسب كذلك عدة مؤشرات أخرى من بينها تطبيق الإجراءات هذه. زهر الدين برحيمة من تونسكوب. تزامناً مع تأخير ساعة حظر التجول، هل هناك تسهيل في بالنسبة للمهن الليلية والمهن الثقافية والعروض، خاصة كما نشوفوا سيب الليل الناس قاعدة تتكلم كل شيء، هل فما إجراءات جديدة في ما يخصهم؟ هو القاعدة أنه تطبيق التباعد الجسدي، قلنا فما إجراءات تخص الإجراءات الفردية والجماعية من بينها التباعد الجسدي، هناك بروتوكولات صحية تم وضعها من قبل جميع القطاعات، وإحنا نديو أن الإجراءات اللي تم اتخاذها والبروتوكولات هذه نقوم بتطبيقها كما تم وضعها، وفما عملية تقييم، عملية متابعة للإجراءات هذه، وإحنا نقعد دون لو كادغ اللي إحنا فيه حاليا، فما تغيير على مستوى التوقيت لكن الإجراءات والبروتوكولات الصحية هي سارية المفعول. سيد انصاف رمز العياري إذاعة صبر فيم، وقع إلغاء قلت قرار الحجر الصحي الإجباري بالقرار الحجر الصحي الذاتي، هل يعني نعرف القرار هذا ما عطاش أكله في عديد من المناسبات، وبالتالي هل تتحمل اللجنة العلمية المسؤولية ربما يكون نتيجة هذا القرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، يعني هل استجابت اللجنة العلمية للضغوطات السياسية؟ شكرا. هوني نحب نأكد اللي هو تم وضع إجراء جديد، راهو قلنا باش نوليو نعملو البي سي آر بعد 48 ساعة من اللي جو للتراب التونسي، معناتها هو يسافر تحليل سلبي ويعيد ويزيد يعمل تحليل آخر، وهذايا معناتها لو ريسك إنه باش يكون عنده الفيروس هذايا يبدا أقل، وكل وافد تنطبق عليه الإجراءات المعمول بها في تونس، إذا كان ظهرت عنده الأعراض يعزل نفسه ونقوم له بالتحاليل، يلزم يلتزم بارتداء الكمامة، يلزم يلتزم بالتباعد الجسدي، هذا الكل باش يقعد يتواصل يتعمل به. شكرا. محمد رضا البقلوتي، الصحيفة الإلكترونية لحظة بلحظة. ماذا عن الجهود المشتركة لتطويق الوباء في ظل الإجراءات الجديدة وفي انتظار توفير التلقيح؟ وهنا دعوة كل الأطراف لمواصلة التوعية والتحسيس وخاصة في وسائل النقل. شكرا. أكيد أنه حاليا يلزم نقعد باقي يقظين، عمل تطبيق الإجراءات الوقائية مازالت متواصلة، الإجراءات الوقائية الفردية ولا الجماعية مازالت متواصلة، إذا كان فما أي مكان فما نسبة متاع ظهور الحالات تكون مرتفعة فيه وإلا فما حالات مجمعة، أكيد باش تكون فما عملية تطويق وعملية تقصي ميداني نشيط، تكثيف التقصي الميداني النشيط لاكتشاف الحالات والعزلها إذا كان فما حالات، وإذا كان فما أماكن اللي هي تظهر فيها السلالة الجديدة أكيد أنه باش يتم غلق الأماكن هذه حتى لأنه السلالة هذه ما تنتشرش خارج الأماكن هذه. شكرا السيدة إنصاف، انتهت الندوة الصحفية، شكرا لكم جميعا. عسلامتكم، نحب أول حاجة نشكر العمل الكبير اللي قاعد تقوم به وزارة الصحة واللجنة العلمية في هذه الظروف الصعبة. نحب أيضا نشكر كل فئات متاع الشعب التونسي اللي يعيشوا في الفترة الصعبة دي واللي عملوا تضحيات كبيرة ياسر، وبفضل هذه التضحيات هذوما نجم نقولوا لليوم الأمور قاعدة تتحسن، وهذا شنو اللي شفناه اليوم في المجلس اللي انعقد منذ حين.
دونك مرة أخرى تحياتي لكل الفئات الاقتصادية ولكل القطاعات اللي عملت تضحيات كبيرة، أذكر أيضا منها قطاع السياحي خاصة والثقافة والصناعات التقليدية وكل القطاعات الأخرى على كل المجهودات الكبيرة والتضحيات الكبيرة اللي قامت بهم باش نتوصلوا للتحسن، بفضل أيضا معنات العمل الكبير اللي قامت به وزارة الصحة واللجنة العلمية. اليوم الإجراءات اللي خذيتهم هم قالت عليهم مدام بن علي هم إجراءات جديدة، يعني كل إجراءات اللي تم اتخاذها قبل تتفسخ. بالنسبة لنا ونحكي هوني كوزير السياحة، هي فترة هوني اللي نمر بها هي حساسة وهامة، لأن احنا اليوم يجب أن تكون عندنا رؤية، خاطر الموسم السياحي القادم يتحضر من اليوم، ولهذا الكل المتعدي رحلات والشركاء اللي نخدموا معهم في البرة حاشتهم برؤية شنو ما الإجراءات اللي باش نخدموا بها. دونك هذوما الإجراءات اللي قالتهم اليوم مدام بن علي إلى حد هذا pendant 3 semaines. أيضا حاشتنا بالنسبة للكالندريي دو فاكسيناسيون، دكتور لوزير باش يعطينا كل معناتها المعلومات حول الرزنامة اللي باش يتم اتباعها وبالنسبة للفاكسيناسيون، وأيضا معناتها بالنسبة للأدات التاريخ اللي معناتها باش يتفتح لي فرونتيير نتاعنا الحدود، وإحنا توا الحدود مفتوحة، يعني من توا نجمو بدات فما كمام رؤية باش نجمو معناتها نتصلوا معناتها مع الشركاء نتاعنا في الخارج باش نعطيهم الإجراءات الجديدة نتاع قدوم لتونس والإجراءات نتاع السيجور نتاعهم هوني في تونس. بالنسبة للقطاع الثقافة والأنشطة الثقافية، يعني كل معناتها الإجراءات اللي كانت قبل تفسقت، احنا اليوم عندنا الواحد العشرة الكوفو فو ولا العشرة، والأنشطة تتعمل حسب البروتوكول الصحي الخاص بكل نشاط ثقافي. بالنسبة للصناعة التقليدية أيضا معناتها ممكن يكون فما دي مانيفستاسيون تاع باش ينجموا يبيعوا من البرودكتور للكونسوماتور، هذوما كل معناتها أمور نجموا نبداو فيها، لكن مع احترام كل معناتها البروتوكول الصحي المعمول به. دونك هذا هما اهم معناتها الاشياء اللي حبيت نقولهم نضيفهم للي قالته مدام بن علي، واذا فما عندكم سؤالات ادق مرحبا بكم. سيد الوزير، حكيت على انه الموسم السياحي مفروض ينطلق من اليوم، هو لو ينطلق من قبل معناتها الحجوزات. الحجوزات به اليوم عندنا الحدود مع شقيقة الجزائر اللي هي خذت قرار بإغلاق المعابر معنا، شنو عملتوا في هذا السياق؟ خاصة نعرفوا أنه السوق الجزائرية بالنسبة لتونس سوق مهمة جدا جدا، كيف شنو الاستراتيجية ممكن اللي باش تخدموا عليها اليوم باش تروجوا لصورة تونس كصورة آمنة صحيا، في ظل أنه احنا تقريبا معناتها من الدول القلائل اليوم اللي إلى حد الآن ما التلقيح مازال ما وصلش، وفما حديث اليوم حتى في الشأن في بين الدول على إمكانية إنه اليوم التلقيح يولي شرط في التنقل وغيره، هذا أنتم كيفاش باش تقوموا به إذا كان تم إقراره، خاصة إنه الموسم السياحي الفارط معناتها بنيته على إنه باش يكون 2021 خير، و2021 الكورونا تواصلت. شكرا. بالنسبة للحدود الجزائرية هو قرار جزائري معناتها لغلق الحدود ولأسباب صحية بالأساس، وإحنا نتمنى وكيف ما الناس الكل إن شاء الله أيضا في الجزائر الأمور قاعدة تتطور معناتها نحو التحسن، وبش يكون إن شاء الله من هنا للصيف تحسن على جميع معناتها الحالة الصحية في جميع المنطقة معناتها، ولهذا إن شاء الله نكونوا نجموا نقبلوا الزوار والسواح الجزائريين. هذا بالنسبة للسوق الجزائرية. فيما يخص طريقة الترويج، احنا صحيح احنا فما معناتها بالنسبة للفاكسان سي الهاشمي الوزير تعطيكم اكثر معلومات على القدوم نتاعو، فما التأخير ما راهو التأخير
في برشا بلدان مش كان في تونس. واللي نحب نقوله اللي اذا نعملوا اون كامباني ماسيف رابيد من هنا لمي جوان نجموا نغطها برشا حوايج. هذا من ناحيه ومن ناحيه ثانيه بالنسبه للصوره نتاعنا احنا اللي نحب نحطوه قبل كل شيء ونفتخروا به هما الارقام اللي وصلنا لهم على مستوى معالجه هذه الجائحه نتاع الكوفيد. رغم الامكانيات الصحيه المحدوده نتاع البلاد لكن كي نراو لي بارامتر والارقام اللي تحصلنا عليهم هذا بالمقارنه مع دول اخرى عظمى اللي عندها امكانيات كبيره نجم نقول لك اللي هما نتائج مشرفه. وهذه فرصه باش نحيي مره اخرى الجيش الابيض التونسي وكل الطاقم اللي يخدم في وزاره الصحه على المردود الكبير اللي قاعدين يقدموا فيه. واللي هذا احنا عنا برشا ما نروجوا على صورة الطب متاعنا وعلى الكفاءة متاع القطاع الصحي متاعنا. ويمكن هذه هو باش تكون احسن حاجة اللي نجموا نروجوا بها لتونس. ونحب نأكد مرة اخرى اللي بالنسبة للقطاع السياحي والبروتوكول سانيتير اللي عملناه الناس الكل قاعدة تشكر فيه خاصة على مستوى الوكالات الأسفار الخارجية والمتعهدين الرحلات مع تأشهدوا بي على النجاعة متاعو والإفكاسيتي متاعو. شكرا سيد وزير. فما سؤال أخيرة. سيد وزير في تصريح سابق ليك قلت فيما يخص السياحة دون 3 mois on va reprendre. دونك بالمعطيات الجديده توا مازلنا معناتها ما خسرناش العتبه هذه نتاع التقدم ولا لا؟ سامحني دون ان موا اون فا روبخوندر دون 3 موا. لا احنا شوف السياحه كما تعرفوا السياحه في تونس هي خاصه موسميه لكن بيان سور يبدا فما تدفق على طول العام لكن اقل يكثر في الابروش دو معناتها من الفصل هذا واللي كانت لازمة وضرورية بالنسبة لحماية الشعب التونسي. احنا في الفترة هذه يعني ركود تام شلل تام. اخي فما سائح ينجم يجي وقت اللي عنده جمعة كونفينمون في اوتيل ما ينجمش. معناتها هي اجراء ما يخليش السياحة تنجم يكون فما سائح. بالنسبة لعام السنة وها قاعدين نشوفوا في تحسن المؤشرات الصحية اللي قاعدين نلاحظوا فيها وهذا بفضل كل السياسات اللي تم اتخاذها في الفترة هذه وبفضل أيضا التضحيات الكبيرة اللي عملها القطاع السياحي. عمل تضحيات كبيرة ياسر السياحة والثقافة والصناعة التقليدية يعني عملوا تضحيات كبيرة وهو فما بدينا فما نتائج واللي هذا بالفترة القادمة باش تكون هامة لأن احنا من توا السواح اللي باش يجيونا في فصل من أفريل ماي وجوان وجوي راهو من توا تتبرمج هذوما الطيارات تتبرمج من توا والحجوزات تبدا تتبرمج من توا ولهذا هذا عليه احنا لازم نكونوا عندنا الاجراءات نتاعنا واضحه السائح كي يجي شنو الاجراءات اللي لازم يتبعها وشنو الشروط نتاعو. دونك احنا اليوم ها هما الشروط الجدد والاجراءات الجديده اللي تم اتخاذها من طرف الحكومه وباش تصير تقييم بعد 3 اسابيع لكن احنا معناتها بصفه عامه وحتى من اللجنه العلميه الكل معناتها فما تفاؤل على مستوى تطور الوباء. فوالا شكرا ميرسي. كان فما اسئله بتاتر ولا نحكي كلمتين على حكايه التلقيح وقتاش باش يجيو. دونك توا كما تعرفوا معنا عندنا عده دابور كيفاش نقولوها عده تلقيح باش تجي عند من عده اطراف لازم نقول فما مبادره كوفاكس فما زوز تلقيح اللي باش يجيو عن طريق المبادره هذه في شهر مارس. دونك الفايزر والاسترازينيكا في كميات معناها فايزر 93,600 واسترازينيكا حوالي 500,000. فما ايضا تلقيح سبوتنيك اللي سايي معناها حتى خلص هو فما 30,000 جرعه باش تجي في اقرب الاجال. وفما هبه من الصين الى تونس 300,000 زاد جرعه. دونك الخلاص القول سكو باش تبدا العمليه
في الشهر هذا وباش نكملوا بصفة كثيفة. معناها توا المراكز نتاع التلقيح ايدنتيفي كلهم معروفين، فما حتى في المراكز فما فرق متنقلة ايضا للناس اللي ما نجموش يتحولوا ولا الناس اللي عندهم معناها ديزون معناها ظروف اللي ما تمكنهمش باش يتحولوا، واللي ماشيين فيه وان شاء الله معناها فريمون اون ريوسي سا هو التلقيح بصفه كثيفه، على خاطر سي معناها نحبوا نقويوا المناعه نتاع الناس بزربه، مع العلم اللي الفيروس هذا راهو دار في تونس، سجلنا عدد معناها كبير من الحالات، وسجلنا عدد اكبر بكثير من الحالات اللي هي العدوى بلا اعراض، ولهذا النسبه نتاع الناس اللي باش تكون عندهم المناعه اللي باش نشوفوها ان شاء الله باش تبدا البرنامج توا مع المركز الوطني للامراض الجديده والمستجده وعده اطراف اخرى باش نثبتوا قداش المناعه نتاع التوانسه، وهذاك نتوقعوا لنسبه تكون معناها لا باس بها، وهذايا ما يرد معناها عمليه التلقيح باش تزيد تقوي المناعه هذيا من ناحيه نسبه الناس اللي باش تولي عندهم مناعه، وهكاك ان شاء الله كما قال السيد وزير السياحه نكونوا معناها اوبتيميست، وتنجم حتى معناها منا للصيف نكونوا عملنا خطوه جيده من ناحيه معناها المناعه ضد الفيروس هذا، مع العلم اللي سلالات جدد حتى اللي شفناها ولا حتى اللي زي البريطانيه ولا انواع اخرى مازالوا معناها سنسيبل احنا نقولوا للمضادات وللمناعه التي تتطور اما بصفه طبيعيه بعد المرض ولا العدوى والا بالتلقيح الموجوده توا. كيف فما اسئله النجم نشوف سؤال ولا اثنين. اسامه بن عيشه قناه الزيتونه. سيدي هاشم نوزي، احنا توا حاليا في شهر مارس، يعني باش نبقى كل مره عملنا اتفاقيه، عملنا عمليه بيضاء، عملنا يعني الشعب اليوم يسال وقتاش بالضبط باش يجي التلقيح؟ متى الموعد محددا؟ يعني متى ستنطلق العمليه؟ هذا سؤال. اثنين، اليوم نعرف واحنا احنا في موجات السلاله الجديده، هل هذه التلقيح ستبقى ناجعه الى الامام ام لا؟ اخر سؤال، فما توانسه اليوم في الخارج بداوا يتلقاو في التلقيح، كي باش يجيو لتونس يفرض عليهم الحجر الاجباري بنفس الاجراءات ام لا؟ وشكرا. تو ديجا الحجر الاجباري ما عادش موجود، فهمت؟ دونك اللي باش يجي ما فما حتى مشكل، عنده يلزم يعمل بي سي ار تبدا سلبيه، ويلزم يعمل الحجر الذاتي وبي سي ار من بعد، بما فيهم الناس الملقحين. علاش؟ على خاطر التلقيح يحمي من المرض، والتلقيح ينجم ما يحميش بصفة كبيرة، ولا ينجم يحمي هو، لكن فئة نتاع الناس اللي ملقحين ينجم يكونوا حاملين الفيروس وما يعملوش مرض. على هذاك في عدة بلدان مازلنا لهين نثبتوا مدى معناها الكمية نتاع الناس اللي هما ملقحين وينجموا يحملوا الفيروس، هل ينجموا ينقلوا الفيروس لإنسان آخر وإلا لا، خاطر فما زادة كمية نتاع فيروس. التمشي وكيفاش يقولوها هي الدراسات ماشية في توجه اللي التلقيح يحمي حتى ضد انتشار الفيروس، وهذا صار في بلدان أخرى، لكن معناها مازالت الامور توا معناها ماهيش متاكده، وعلى خاطر فما حالات كما قلت لك ينجم يكونوا حاملين، دونك حتى الملقح يخضع وما يخضعش لحاجه كبيره، توا هذا اللي باش يجي بي سي ار تكون سلبيه ومن بعد يعمل اوتو كونفينمون، راهو ماهوش باش يمشي اجباري كما قبل، باش يتبدل باش يولي اكثر. علاش؟ خاطر شفنا اللي لو بروبابيليتي باش كيبدا سلبي ومن بعد يولي ايجابي، وكان باش نعملوا راهو باش يصير زاد تحاليل سريعه دو فاسون اليتوار، ما عرفتش كيفاش يقولوها، في كي يخلطوا للبلايص اللي يجيو يعبروا بهم تونس. الوغ شنو السؤال الاخر سامحني؟ التاريخ واضح سي هشام. التاريخ، الوغ التاريخ اغزر لي، فما توا فما السيد وزير ينجم ياكدوا، انا سمعت فما حتى معناها الجمعه الجايه فما طائره، فهمت؟ ماذا بيا تصير التاكيد معناها دونك موجود، فما الجمعه الجايه بتجي طائره باش تحمل. الوغ فما ديكالاج، كيف تجي التلقيح احنا عندنا توت لو بروتوكول يمشي وكيفاش يقعد وكيفاش ينتشر حسب معناها، خاطر احنا شنو كي يجي التلقيح لازم ينتشر في البلاد الكل، راهو مش باش تجي لتونس باللقاح هوني وخلي، فهمت؟ دونك فما بروتوكول اي باش يصير اوبودو، انا نتوقع اوبودو 24 28 ساعه تبدا عمليه التلقيح،
دايغ باش يصير التنسيق بين لادات نتاع الخلوط وبعثان الناس اللي قيدوا باش يجيهم الاس ام اس باش يقولوا فيه باش يمشيوا يلقحوا، اوكي، مع اضافه الى الفرق اللي كما قلت لكم الفرق موبيل. وي اسمعني، فما وحده انا سمعت خطرة تو دخلنا احنا الاجتماع واليوم هذا صارت، فما تاكيد نتاع طائره باش تجي الجمعه الجايه، ونخير خاطر السيد وزير ما لقيته مازال يثبت في الامور هو تو يعلن عليها، وفما باش يجي بعده. دونك تو المعلومه اللي يلزمها تبدا عندكم في شهر مارس، الشهر هذا احنا تو خمسة ديجا مازال في شهر مارس باش تبدا بكثافه العدد اللي قلتهم لكم هذا 300,000 و500,000 و90,000 اكسيتيرا، اعداد معناها كبيره. ان شاء الله تكون عندنا القدره باش نجموا نلقاهم كلهم في نستعملهم في اقرب الاجال لتلقيح الناس اللي اول الدفعات نتاع مبادره كوفاكس. فما حاجتين، فما زوز تلقيح في اول دفعات مبادره كوفاكس باش يبداو يشوف الشهر هذا، اللي هي تلقيح فايزر واسترازينيكا، فما تلقيح سبوتنيك اللي هو باش يجي الكميه اللي الدفعه الاولى اللي وعدونا بها اللي هما 30,000 جرعه سي باش يجيو فرد وقت، وفما اللي باش يجيو هي هبه كما قلت لكم من الصين الى تونس اللي خذا البارح الترخيص من ناحيه هذا الترخيص نتاع الامام واللي هو باش يدخلوا باش نبداو نستعملوه زاده. سي الهاشمي، سؤال على الاستعدادات، خاطر اليوم انا هوني. سؤال على الاستعدادات للتلقيح، خاطر اليوم فما حتى بعض الناس المختصة اللي تشكك في استعداد تونس للتلقيح هذايا من ناحية الحفظ ومن ناحية حتى توزيعه على الجهات. والنقطة الثانية تقولوا أنتم باش تقوموا بحملة تلقيح مكثفة، لكن النسبة اللي سجلت إلى حد الآن يظهر لي ما تعطيش بوادر متاع حملة مكثفة للتلقيح. وسؤال أخير سي الهاشمي، عملت برشا بوليميك ليمات الأخر على حكاية الألف جرعة اللي جات من الإمارات واللي مشات للصحة العسكرية، وكل مرة نسمعوا كلام الصيدلية المركزية في بالها، أنتم في بالكم وفي بالكمش، الوزير في باله وفي بالوش، لكن اللي هم اليوم أنه ولا كلام على أنه فما أكثر من الألف جرعة هذية دخلت لتونس عن طريق عدد من السفارات وعدد من السياسيين والمسؤولين في الدولة تلقوا التلقيح هذية. هل عندكم انتم معلومات على هذا؟ هل عندكم معطيات في هذا والا لا؟ باه نبدا بالسؤال الاخر هكاك باش نبداو واضحين. في منظومه الدواء والتلقيح فما امكانيه احنا نقول لهم دي كوموند فيرم، معناها ينجم الدواء يجي ما عندوش الرخصه في تونس وينجم يجي بور اون انديكاسيون سبيسيفيك، نحكي على الدواء، اوكي، هذيك يلزمها جوست فما ترخيص من اداره الصيدله والدواء ويصير اوكي معمول به اولا. ثانيا انا ما كنتش نعرف الحكايه هذه، لكن معناها في بالي واتصلوا بيا حتى الناس في السفارات، معناها مسؤولين سفارات معينه مش لازم نسميهم، ينجدوا يقولوا احنا عندنا سفاره نتاعنا نحبوا نلقحوا لهم من حقهم، والبلدان اللي عندهم داو تلقيح في بلادهم لهم شهر وشهرين. نشد قالوا لي اي فما امكانيه، راهو فما معناها دي زوتوريزاسيون سبيسيال، السفراء عندهم الحق يجيبوا كيما فاليز ديبلوماتيك يجيب فيها من عرش اللي يحب يجيب، عنده امكانيه باش يجيب في نطاق معناها لا سوفرانتي في بلاد معينه، لكن كيف كيف تخضع الى معناها ترخيص من اداره الصيدله والدواء، على خاطر الدواء ولا التلقيح اللي يدخل البلاد التونسيه يخضع للامور هذيا. اوكي، دونك توا حكايه معناها التلقيح نتاع رئاسه الجمهوريه، بو انا الحق ما كنتش معناها في بالي، نشد زميلي سي مصطفى فرجاني نعرفه اللي هو معناها في باله بالواحد هذا، قلت له قال لي بو معناها صحيح، دونك جات كميه محفوظه دون لي كونديسيون اللي يلزمها تتحفظ فيها، فهمت، هما عطاو عينات اللي فهمته انا، لكن هي نورمالمون بروسيدور تنجم تصير حتى باغ اكري، مش لازم حتى تعطي عينات على خاطر معناها الامور معروفه، فما امور نتاع اداره الصيدله والدواء كيف كيف تنجم ترخص، واللي فهمته زاد ما استعملش وحتى حد ما استعمله، فهمت، هذه المعلومه اللي عندي الحق. وكان فما حاجه اخرى، شوفوا الناس اللي مهتمين بهذا. السؤال الاخر شنو قلت لي؟ اه اوكي، تشريو 30,000 جرعة سبوتنيك تشريو وتخلصوا، الاخرين اللي جاو في نطاق مبادرة كوفاكس كما تعرفوا مبادرة كوفاكس مدعمة وفيها هذه الدفعة الأولى مجانا
وفما حتى دفعات اخرين مش يجوا مجانا، وحتى الدفعات اللي هذا باش نوصلوا راهو 4.3 مليون جرعه من عند مبادره كوفاكس. اوكي، الدفعات الاولى اللي هما توا الكل في الكل توا 600,000 يمكن ما هما مجانا، حتى البروسيدور معناها ما فيهاش خلاص وما فيهاش واحد اي سي بيان. باش نمشي لك لحكايه البريباراسيون، التحضير نتاعنا، التحضير معمول، المراكز نتاع اللي باش يلقحوا معروفين، الكاي دي شارج كراس الشروط نتاع كل مركز خرج ليه مده وطبق وعملوا دي زوبيراسيون ابلون، دونك الامور موجوده وحاضره بما فيهم لا شين دو فوا. لا شين دو فوا معناها كيفاش باش تسد التلقيح اللي هو يلزمه، معناها اون كونسيرفاسيون تكون معموله. نعطيكم مثال، التلقيح نتاع فايزر يلزمه الا 70 درجه تحت الصفر، موجودين لي كونجيلاتور 70 درجه تحت الصفر، الكونجيلاتور الواحد ينجم يرفع 160,000 معناها جرعه، معناها جرعه نتاع التلقيح. احنا عندنا 5 ولا 6 كونجيلاتور هكا ولاهي نستناو باش يجيونا 8 اخرين، دونك نجمو حتى نحطو مليون، احنا باش يجيونا كان 93,000 معناها يدخلوا في شطر الكونجيلاتور. الاخرين نتاع ال 20 اللي هو سبوتنيك يقعد في ال 20 عندنا شومبر فخواد، وعندنا في كل مركز نتاع تلقيح، كل مركز في البلاد التونسيه فيه كونجيلاتور 20 دوغري تحت الصفر. اوكي، دونك موجودين، والبلوس 4 هذايا لي 2-4 دوغري الكلاسيك كيما استرازينيكا كيف كيف موجودين ومستنسين نعملوا بهم. راهو تونس لازم تعرفوا اللي بلد معروف وعنده معناها متميز ب التغطية، نسبة التغطية نتاع التلقيح بصفة عامة. نلقحوا احنا 95% من الناس اللي يزوهم يتلقحوا خاصة الصغار، والمراكز نتاع التلقيح منتشرة في البلاد التونسية وعندنا خبرة كبيرة في الميدان هذايا. دونك توا معناها حاضرين، احنا مشكلنا سكو صحيح صار تأخرنا شوية، مش حاجات منا خاطر احنا ركزنا على كوفاكس في حاجات امور معناها داخله اللي خارجه عن نطاقنا احنا، فهمت؟ توا ان شاء الله كي باش نبداو بصفه كثيفه وباش نكملوا معناها بصفه مسترسله حتى نوصلوا النسبه تكون هائله وكافيه باش تحمي البلد بصفه عامه والفيروس ما عادش يدور. شكرا. سي هاشمي، انت تقول انه السبب الرئيسي هو خارج على نطاق السلطات الصحيه في تونس، لكن اي تونسي بسيط، هم فماش تونسي بسيط، لكن اي تونسي يرى انه الدول المجاوره لنا في الجغرافيا انطلقت في حمله التلقيح عندها مده، الدول بعيد علينا في الجغرافيا لكن قريبه منا في الاقتصاد نتاعها بدات في التلقيح نتاعنا، دول نظامها الصحي شبه منهار وانطلقت في التلقيح. يعني علاش شكون يتحمل مسؤوليه عدم انطلاق التلقيح رغم الوعود اللي معنا قلتونا انه مش سيادتك لكن قالوا لنا انه انطلاقا او من قبل فيفري باش توصل التلقيح لتونس؟ غزلي كان تحب نطول اكثر الجواب باش تبدا فيها من الامور فيما يخص هذايا التلقيح وكيفاش تعاملوا العالم بصفه عامه. فما بلدان كيما امريكا واوروبا من عام ناول اوكي دفعت مئات الملايين من الدولارات وساعات مليارات الملايين من الدولارات باش يمولوا الابحاث وتطوير التلقيح، وقالوا لهم كيف تجيبوا تلقيح احنا باش ناخذوه واحنا عندنا اولويه. اوكي، احنا ما كناش في الصنف هذا من البلدان باش نبداو واضحين. فما بلدان اخرى التلقيح مازال ما خرجش، وهما قالوا فما ابحاث مازالت ما حطتش معناها نتائج اوليه نتاع نجاعه ولا سلامه ولا اللي هو، ومشاو شراو. بلاد مشاتش، احنا ما شريناش هكا، ما شريناش قطوس في شكاره. احنا فما لجنه علميه تبعت والتطورات، ونعلمك اللي معناها وقت اللي امريكا معناها فما بلدان بداوا يلقحوا لهم مده، شبههم اخيهم متقدمين اكثر، فما ناس يسون بخي دي ريسك، ربي عينهم، ولات امور معناها تخرج على نطاق المنظومه الصحيه وال معناها كيفاش نقولوها الامور معناها العلميه اللي هي ومعناها قائمة بالذات في الأمور معناها التلقيح والأدوية، وإحنا كملنا طبقنا هذيك. انخرطنا في مبادرة كوفاكس وظنيناها كما قالوا لنا هما باش تبدا قبل، وعدونا وقالوا لنا، جاتنا مراسلات، أخي إحنا كنا قاعدين قلنا باش يجيو في 15 فيفري، خاطر فما مراسلة قالت في شطر فيفري باش نبداو نحدا، دونك كنا متهنين. حتى كيف مشينا عملنا في نطاق معناها مبادرة
بيلاتيرال احنا نقولوا مع فايزر مثلا اللي في بالكم بها مليوني جرعه عملناها لنا مده خرجوا الا التريمستر الثاني نتاع 2021 وقعدنا معناها في نقاش معاهم توا باش تولي هي بيدها باش تجي في مارس راهو باش يجي في اخر مارس جزء من فايزر اللي هو في نطاق الواحد المباشر دوك احنا مشينا هكاكا بكل معناها بكل دابور كيفاش يقولوها حاجات مبنيه على الحاجات العلميه مبنيه ايضا على اللي يلزم يكونوا فيه التلقيح كمعناها دي كاليتي فما الجوده السلامه والنجاعه وهذوما هما اللي تبعناهم واللي جبناه توا واللي باش يدخل البلاد التونسيه تتوفر فيه الشروط هذيا. نمشي لك حاجه اخرى، فما بلدان قالوا قطر ما اللي حب يبدا يلقح سيد لا بيبليسيتي يعملها زاد. فما ناس بداوا يلقحوا ووقفوا. وما لقحوش حتى 0.5% من الشعب نتاعهم، ومازالوا يستناو وفما توا تلقيح ديال دي بون انتيروغاسيون. دونك احنا ماناش في السيتياسيون هذه. سي فغي مؤخرنا شويه، مش منا، احنا عملنا المجهود الكامل. وكما قلت لكم دراسات الملفات والنجاعة والسلامة والجودة كان معناها متواجدين والتراخيص حتى التلقيح ما تخلي ما عندوش رخصة حتى التلقيح توا سي فرجاني نحكي معاه يقول لي خاطر جوستومون البروسيدور نتاع التلقيح اللي جا لرئاسة الجمهورية معناها ما ماهوش هو التلقيح بيدو ماهوش عنده لا إيمان في تونس قال لي يستنى قال لي شوفوا الحل معناها باش نوريك كيفاش معناها لو ريسبي دي بروسيدور في البلاد التونسية بون تو وصلنا الوقت هذاك اللي وصلنا له ونا توت لي بروف اي توت لا بون فوا والخدمه اللي عملناها تو نقول لك ناكد لك اللي باش تصير الحمله بصفه كثيفه ونتوا ان شاء الله الناس تقبل زاد وانا كنت قلت 500,000 مسجلين صحيح شويه ماذا بينا اكثر اما احنا نتوقعوا اللي كي باش يدخل التلقيح وباش تبدا الناس تتلقح الناس باش يصيروا اكثر فاكثر باش يسجلوا وبش يراو اللي معناها التلقيح هو ما عنده كان معناها حاجات ايجابيه وهو يمكن الناس الحمايه ضد مرض اللي نجم يقتله. ميرسي.